السلام عليكم، اسعد الله مساكم بكل خير. بداية المقطع صلوا على النبي واذكروا الله يذكركم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. بما ان انتاج الوز قرب ودنا نرتب لهن الشبك ونسويهن محاكر للبيض، لان السنة هذه زاد الوز ما شاء الله بانتاجه، يعني يحتاجهن اكثر من محكر. الحين نعلفهن نرتبهن عاد، نحط نص بلك ونص كفرات علشان يوم يحل وقت البيض ما تحتار الوزة وين تبين. مو هو لقى نفسه الموسم اللي فات بيضة بالمسبح وبيضة بالعلف وبيضة، خل كل وحدة لها بيتين. هذا علفن بروتين 14 معدل سين. انا حاطه مع ماء، هو كان مكعب لكن حطيته لهن مع الماء. وخرن وخر حيضا عن بعض. هذه دخلت واسطه البطه الشرشيب، وهذا البط المصري ثلاثة ناتي وذكر، هذا هو الذكر. انقع لهن بالماء عشان يسهل على طول ياكلن، اي غصن به عاد يستنسن على خبصه هالوز. هذا نحطه كلها بلك ونحط فوق خشب، وعاد الحيضان هذه نحطها هناك بالجهه الثانيه، وعاد نشوف كم فيه ذكر وكم فيه انثى، لان فروخ ماني متاكد منهن هن ناتي والله ذكور، لازم نشوف قبل الانتاج. لو ان الذكور كثيره نقللها ونجيب بدلها ناثي عشان نستفيد من الانتاج، مو كلها ذكور على الفاضي. وكل خمسه ناثي تراهن يحتاجن بس ذكر واحد. والله قبل عندي 10 ناثي مكفيهن ذكر واحد، لكن انا ودي اخلي الكل خمسه ناثي ذكر واحد لان عددهم كثير. انا اول بدايتي بلوز كان عندي 9 ناثي وذكر واحد، وكلهن ما شاء الله تبارك الله الانتاج 100%، لكن هالمره ودي اخلي الكل 5 ناثي ذكر واحد احتياط، اذا هذا ما بفايده يطلع هذا بفايده. نقرب حيضان البعض مع انه غري ينتجن بجنب بعض الوز، يبغى لهن عنايه اذا بدن بالبيض تكون عندهن، لأن الوز نظامه إذا حصل بيض بالزاوية على طول يجي ويقعد عنده ويجمع عليه بيض، لكن إذا حصلت أكثر من بيضة هنا تحط بيضة هنا ويبدأ عاد يجمعن عليها، واللي هناك يجمعن عليها عشان ما يرقدن البيض الوزتين على نفس البيض يكسرنه، ولا في فايدة يخرب الانتاج تقل نسبة الانتاج. لكن لازم كل وزة الحال نوزع البيض لهن يوميا، غير اجي القى هذه عندها 10 بيضات وهذه بيضه، نوزع العشر بيضات هذه لانها اكثر من وزه تبيض هنا، نحط مثلا ثنتين هنا وثلاثه هناك، عادي اذا شاف ان هنا الوز يبدا كل وحده تجمع لها بحوض، لما كل وحده تعرف بيضها تعرف اللي لها واللي مو لها. نحط هنا البلك وهنا عاد نكملها كفرات. خلصنا من قرية الغنم اللي هناك، الباقي نوديه عند الوز. جيت اطيح هذيك النياقة، ترى هذا رشاش البطيخ اول، الحين لا حياة لمن تنادي. والله فرقش ما عندك اخلاف، وده ينطح الوايت بس بس اين شبكي راح، بس خله يوقف مهبول السواق هذا. خلوني اوريكم الماء خضاري، الحين خليتهم يفرغونها، ترى ما له 10 ايام الماء هذا، لكن الوز سبحان الله يحب ينام بالمسبح. افتح باب يا طارق. ايه افتح افتح.
اخبارك مازن؟ هذا مازن ولد اخوي، كيف الحال؟ مش حاب تقول بهالمقطع حق الوز؟ الله يحفظك. ينزل ان شاء الله هالليله. هاي خله يفرطها بالماء بعدين قفله فتحه وعبها. عاد ما ادري وش كثر اللي به. عبينا مس وش اسمه؟ اشراع الغنم حق امي. وهذا الباقي. باقي الربع. عاد شوف هو يعبي التنك ويعبي المسبح ولا لا. هذا 70 درام. سكر انا. ما في مشكلة. تشوفون الميول كلها للفتحة اللي هنا. وهذا اللي طلع انتم كرام. هي قفلها خلاص صفى الماء. قفلها خلني اعبيها. عاد نشوف اللي يبقى ويفللها ولا لا. ابشرن بالماء الزين. لكن لا تخربنها انت، نسبحن فترة الظهر بس. يصلح هنا بصرة برسيم لأن هذا سماد عضوي فعال. الوايت ما عباها إلا ربع. شوف عاد ما قعد إن نص ساعة إلا هن مخليتها مثل الماء. هذا مشكلة، يحتاج إن حصبة حول المسبح. وهذه المحاكر اللي أنا قلت أسويها بلبلك. النية إنها هناك، لكن قلت خليني أسويها يم المكشوفة عشان أغطيها لأن من فوق ما في شيء. واللي مكشوفة الحيطان هذه حقت العلف، المكشوفة أخليها تحت المظلة لا يجي لا مطر ولا شيء. عاد هذا صماط ضد الماء يعني. تشوفون هذا الشكل النهائي، وهذا عشان ما يطلع إنتاج المربوع اللي تحت. ارتفاع بلكتين وطول بلكتين. البلك هذا قديم، قلت خلني استفيد منه للوز زيادة محاكر. هذا نفس الطريقة، احط فوقه خشب، الخشب هذا نكون انتهينا من الوز. باقي نشوف كم فيه ذكر، كم فيه انت من الفروخ. الفروخ الحين تم عمرها 9 شهور، يعني صارت امهات ما شاء الله، كبر امهات. كيف بالله؟ يعني كم سموينا؟ واحد، اثنين، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع محاكر من غير الأحواض هذه. عاد هذه أفضل شيء تفضلها الوز، ترتاح بيها. يا ساتر، هذه كلها ذكور اللي أنا فرزت، كلها طلعت ذكور. ما ادري كم، تقريبا حوالي 10. والله نصهن خليتهن ما فحصتهن، ما معي وقت، لان اللي ينثى اطلعها برا والذكر اجيبه هنا. عاد فرقت شملها، النص راح هناك ونص راح ورا الشبك، لا يضعن بهالليل. خلاص العدد اللي انا صفيته كفايه. تشوفون هذه كلها ناثي طلعت، هذه فروخ اكبر اعرفهن، اكبر خليتهن مع حول 7 فروخ اللي انا ماني شك بوضعه، اللي قلت اناثي خليتها. هذه كلها الامهات مع حول 7 فروخ 5 فروخ ما ادري كم بالضبط. والذكور طلع عن حول 7. وهذه عاد اللي هناك واللي ورا الشبك كلها ناثي. أتكلم لكم عن الإنتاج، بس فحصتها ذكور، فحصتها فروخ بس. ونهايتها مقطع، لا تنسون الصلاة على النبي، واذكروا الله يذكركم، واكتبوا لي وشدكم المقطع الجاي، وشدكم أصوركم.